تقلقش يا حبيبي، خدوا النبي الفطار ده وديه للنبي. طب برزل يخي برزت عينك من وشك يا بعين. خد نحلوح اهو، قل له يفطر ويروح يشوف اكل عيشه. يا استاذ لمبة، يا استاذ لمبة، عايز ايه؟ الفطار يا استاذ لمبة. طب ثواني ونزل. هاتي يا ما هو بقولك هاتي يا ما بقولك اهو، بص مش شايفه يعني. يا ده هاتي الجنيه اللي انت لدعته من نجلاء مراتي ده. هو جنيه اعمى اعمى، انا هوديه للمغربي. هاتي الجنيه المغربي بلد. انت طلعتلي فوق؟ لا خلاص، يبقى نص جنيه. تطلعني فوق يبقى نص، يبقى جنيه. انما تحت هنا هو عند المصورة يبقى نص جنيه. ها هو كفايه عليك ده، خد ربع جنيه اهو. إذا احنا مش اتفقنا على نص جنيه؟ مش في ضرائب عقاريه لسوء الاحوال الاهليه؟ يعني قانونا وشك بالحيط وقفاك ليا. يلا اسرح يلا يلا. ده انت لوده لوده لوده، ما هنتش برضه على النوجه. طب عليك يا جرى علي، لحظه طب حرش عم باو زي أصدوما. أيوة أخ أصدوما. أيوة أخ. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. النبي فين أصدوما؟ أنا اللي أصدوما. أنا تقف الفرامل والدربليات مية مية يا باشا. من ساعة ما اللوست أشرف كلمني ظبطت لك كل حاجة، والفرامل مية مية وبالقسط كمان. خد اطلع قدام بالعربية وتعالى بضهرك وقف اهو، واضرب فرامل والدربليات في الحتة دي. في الحتة دي هي دي التجربة يعني؟ أه ماشي. أنا جاي لك أول وقت. الله ينور يا استاذ دوما، بس انا بقى مش عايز تزحف الزحفه اللي هي زحفتها دي. براء باذن الله. براء باذن الله. على الله يخرب بيتك، اتاخرت كده ليه؟ انا دخلت يا استاذ والله عشان الاقي محامي بس يجي يترافع عن القضيه وياجلها. مفيش. نهار اسود على الليله السوداء. انت بعدين الفلوس اللي احنا خدناها من التريلا اللي على جنب ده يفرمنا. طب انا اعمل ايه يا ريس؟ انا دخت، انا جايب حتى رحت اجلت روبه اهو عشان اي حد يطلع. يخرب بيتك. انا عندي فكره يا استاذ. قول الحقني. ما تقوم كده بجلاله ادك وتترافع، وانا الحاجه للمحامين دول خالص. ولان وشك كده؟ ماله؟ انت جيت بالوش التاني النهارده مش كده؟ يا ريس انت بتتجنن يا ابني، انت مش عارف ان احنا اساسا احنا بناخد الاوضتين وبنوافق مع المحامي وبنقبض احنا وبنخلع. يا حاج ايه المحامي يا شريف افندي؟ المحامي في الكابينيه. ايه؟ في الكابينيه يعني، هو في الكابينيه وجاي براءة باذن الله ان شاء الله. براءة ابوس ايدك، شوف شكله عامل ازاي. ده مش بعيد يحطنا احنا الاثنين في مشترك ويغتصبنا دفعه واحده. فندي نعم. بقول لك يا متر، ايه؟ ما تقوم تترفع انت قدام المحامي ما جاش ونتحاسب بعدين. المخ سنقر سنتريسي. ندعو على القضيه. ايوه حاضر، ما انا عارف. ندعو على القضيه والمصحف سمعت خشب العظم والنبي سمعت. اما قمت تترفع يخرج دشت النجاح. الدفاع يتفضل. قوم فز سيد الرئيس. سيد الرئيس، حضرات الساده المستغربين، أنا أحمد الحاجب. أرجو أن تتسع ساحة المحكمة لكي أخذ راحتي في الدفاع. اجري يا أشرف. أبويا اجري يا أشرف.
في شكتكم. روح على المنزل وريحة الغرفة. خلصتوا يا عيال الاكزرسايز؟ لسه. ايه هو ده؟ احنا هنقعد اون ذا داي فور ون اكزام. يلا يا اخويا كويكلي كويكلي ورايا طبيعي. عدسي برضو. بس وان. طب ايه رايكم بقى تحلوا صفحة الجرامير دي 180 مرة؟ وفين الشعرية بتاعت الدروس؟ أبخ أنا جابت أبخ خلص بقى خلص بقى مزهقناهاش قوي كده بقى مش احنا صلحنا في الموبايل قعدت أكلمك أزيد من 15 ثانية خلاص مش زعلان مش زعلان يعني؟ لا مش زعلان يا بنت والله شكلك لسه زعلان خلاص يا راجل مش زعلان يا بنت والله شكلك زعلانة مش زعلانة يا بنت سلمي مش زعلانه دي بقى عامله ايه؟ كويس لا يعني انت عامله اكل ايه؟ عدس عدس؟ اه والله العظيم عدس؟ صدقني كانت نفسي رايحه له احنا بقالنا كتير قوي ما بناكلش عدس ده احنا لسه واكلينه من ساعتين ايه يا نوجا؟ يوه يا لمبي اعمل لك ايه يعني؟ بفتك؟ يلا بقى يلا بقى ما تدخلوا الناس بقى اللي هياكل الله. حاجه فيكم عطيله صف يا عم انت بتدرس الزبالين ولا ايه معلش خلاص حقك علي ده في رب ثلاث ودان قاعد ده انا والشيف ورو شكلهم حلو فعلا شكلهم حلو ربنا كان وجهك كده اما تبقى بطنك كده مبقلله قدامك كده وطالعه وماشيه كده ماشيه لحد ما افتح باب الشقه واروح راني بقيت كرشك بره يا رب يا لمبي نفسي في حته عيل يبلع لنا حياتنا يا بنت ان شاء الله ان شاء الله باذن الله ما تقلقيش من شيء من رحمه ربنا وده من شيء خلاص من العالم الزباله اللي عندك دي عشان خاطر نروح للدكتور بتاع النساء والوليد وليد وليد يا لمبي اسمه توليد يا ست النساء وتوليد التوليد والنور اي حاجه انا حاسس ان المره دي في امل كده يا رب ابو عمر يا رب سبحان الله خير يا دكتور الحقيقه بعد الفحوصات والتحاليل والكشف الدقيق ده اقدر اقول ان موضوع الحمل ده مش هيحصل خالص ليه يعني ليه موضوع الحمل مش هيحصل خالص؟ هي متجوزة واحد ميت ولا ايه؟ لا خالص العيب مش فيك. امال فيه؟ ولا العيب فيك؟ امال العيب فيك؟ الحقيقة انت سليم وهي سليمة. بس هي لو اتجوزت واحد تاني تخلف. وانت إذا اتجوزت واحدة تانية تخلف. إنما انتوا الاتنين مع بعض ما تخلفوش. لأن ايه ما نخلفش؟ امال عن بيض ده رأي الطب نو هو مفيش امل الله انك اذا كان الرجل ده اساسا مخلف دبدوب احنا مش عايزين نروح لدكاتره تاني بلا عيال بلا عرف بص للعيال عندك اللي انت بتدرس لهم دول وانت هتكرار الخلفه واللي عايزين يخلفوها كمان من التباتة اللي هم فيها تباتة انا نفسي اخلف يا لبني نفسي في عيل عايزه عيل وانا انا عايز تكييف وانا كمان عايز عيله نوجه يا بنت عبيطه احنا لسه يا دوبك متجوزين بقالنا 7 سنين وقبليهم خطوبة 8 ها؟ يبقى 15 سنة لأن فضلنا 10 ونبقى تعبيدة مع بعض نحمد ربنا النور
ده في ناس بتقعد بالتلاتين والاربعين سنة والله ما بيخلفوا، ولما بيموتوا برضو ما بيخلفوش. انا مش عارف ليه. ايه بس بقى واقف بقى انت حتى التنك من اولها ما تشربي بقى على طول. اه انت مش شايفه، البسي طيب البسي، هات ده حمص الشام. ها كنجت